كتيبة شهيد عز الدين قسام، وهذه الهاونات وصيت عليها كتيبة شهيد عز الدين قسام وعدة كتائب لجيش الحر. لله الحمد والمنة. انظروا لهذا الحقل في الزعينية، حقل الهاونات. انظروا هذه الهاونات التي تقصف بها القرى الثائرة المجاهدة على النظام. هذا هاون، هذا عربته، وهذا آخر، وهذا عربته، والشباب هنا يقومون باغتنام هذه الهاونات في الزعيمية القريبة من ريف اللاذقية والقريبة من الناجية على الحدود ما بين إدلب واللاذقية. وهذا هاون آخر، وهذا عربته، وهذا هاون آخر. وهذا عربته، ولله الحمد والمنة.